واعدة ستجمع المنتخب الوطني الجزائري بنظيره البوركينابي لحساب الجولة الأخيرة من الدور التصفوي المؤهل لبطولة كأس العالم قطر 2022. كما تشاهدين في ريال يحضر معي أنصار المنتخب الوطني الجزائري الذين يتجهزون من أجل دخول أرضية أو مدرجات ملعب مصطفى شاكر تحسبا لمناصرة المنتخب الوطني الجزائري في هذه المباراة الحاسمة والصعبة أمام منتخب بوركينا فاسو. إذا يحضر معي مناصر المنتخب الوطني، كيف شعورك وأنت تعود إلى مدرجات ملعب مصطفى شاكر؟ الحمد لله يا ربي اللي بالماضي دوموند الشعب باش يدخل يتفرج ليكيب ناسيونال، وحاجة بليز امبورتون اللي هي ندو 3 بوان. وش هو الشعور تاعك وانك تعاود تولي المدرجات ملعب مصطفى شاكر؟ الشعور تاعي لا يوصف، ما عطيكش توصفه. ونروحوا نقولوا فايده 3 بوان. واش توقع نتيجه المباراه؟ نربحوهم ان شاء الله، ليسونسيال 3 بوان. مهما كانت النتيجه ليسونسيال 3 بوان. طيب نشوفوا مناصر اخر، وشنو هو شعورك وانت تعود الى مدرجات ملعب مصطفى شاكر؟ ما شعور لا يوصف، ونتمنى ان شاء الله الفوز للمنتخب الوطني. من جيتنا اليوم؟ من السيق ولايه معسكر. واش توقع نتيجه المباراه اليوم؟ ان شاء الله نربحوا 4-0 ان شاء الله. يعني ما تشوفش انه منتخب بوركينا فاسو منتخب قوي وجا يدافع عن حظوظه ولا نملك تشكيله في المستوى، ان شاء الله نربحوهم 4-0. طيب ناخذ تصريح لمناصر اخر. نعم، كيف تشوف مباراه اليوم؟ ان شاء الله 2-0 اليوم، 2-0 ان شاء الله، والحمد لله اللي ولينا المدرجات الحمد لله يا ربي. يعني ماكش متخوف من منتخب بوركينا فاسو؟ ما كاش، المنتخب تاعنا هو القوي كاع في افريقيا، منتخبنا هو القوي، والله يخلينا جمال بالماضي. اليوم منين جيتنا اليوم؟ انا جيت مرزيو. من ارزيو جيت اليوم باش تشوف المنتخب الوطني. في ثلاث ايام هنا. في ثلاث ايام راني هنا. نعم، ناخذ انطباعات مناصر اخر. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. اليوم الانصار متواجده بكثره لهنا في مدينه البليده، نشكر بيان سير الامن راه متواجد بكثره باه يوفر كما نقول احنا الدخول في سلام، والاجراءات ما ننسوش الاجراءات الوقائيه باه ما يعاودوش يقفلوا لنا الملاعب من خطره اخرى. بالنسبه للاهم من قبل النتيجه انه هي 3 بوان، باه نروحوا المباراه الفاصله، وان شاء الله مع بالماضي والاشبال تاع بالماضي ان شاء الله نديروا 2-1. وبقات حاجه اخرى بركة نقولها، نطلب من الجماهير بركة انه تلتزم بالتدابير البابات والتباعد وما غير ذلك، كما تشوف الجمهور 1-2-3 الجيري. قلنا يسجل ثنائيه المنتخب الوطني. انا توقعي الكبير انه راح يسجل بنجاح، يسجل بيت، ومحرز بربي يسجل بيت 2-0. رغم الظروف المناخيه اليوم امطار، وجيتوا اصريتوا انكم تحضروا مباراه المنتخب الوطني. نوعيه الملعب سابقا كانت تعبه كما شاهدنا ما قبل، كانت المباراه كيصب الامطار ما بين الجزائر وصربيا كانت في حاله لا يرثى لها، بصح مؤخرا مع توافق الاعتدال المناخ والتربه وما غير ذلك، ان شاء الله نشوفوا فرجه ملاحه مع الملعب، وان شاء الله الجو هذا يكون معنا كما نقولوا احنا، يكون عامل مساعد للمنتخب الوطني. وكيف كيف ما ننسوش الامن الوطني اللي راه موفر الامن وموفر كامل كما نقولوا احنا الاستلزامات اللي رانا درك رانا واقفين عليها ان شاء الله. يحضر معي مناصر ملقب بالمير، كيفاش تشوف مباراه اليوم؟ السلام عليكم ورحمه الله، ان شاء الله المقابله تكون مليحه، ما راكش متخوفين بوكرا فارسو الله يجيني فور بوركينا فاسو، ان شاء الله نربحوا 5 بوالو. راني جاي من الارزيو باش نشغل هذا البارتي تاع الماتش، وان شاء الله الغيت يكون حابس الله، والديره يكون مليح الاستاد ان شاء الله، سيبورتا يكونوا في قمه ان شاء الله. كلمه توجهها للجمال بالماضي. ان شاء الله نتوجه الكلمه بالماضي، ان شاء الله نشكره بالنيابه الشعب الجزائري المناصرين. نعم، يحضر معي في ريال مناصر اخر. مناصر من مناصر احد مناصرين من دائرة السوكر، نتمنى ان شاء الله الاهم من حقه هو 3 نقاط باش نمروا المباراة فاصلة ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله عودة الظروف في امطار الخير ان شاء الله، وان شاء الله ما شاء الله، وشكرا لكم ان شاء الله. وش هي توقعاتك لنتيجه المباراه؟ مباراه رغم كواليس كبيره المباراه، لكن اظن انها ستحسم بهدفين لصفر. كل راح يسجل الهدفين؟ سليماني، بالنسبه لي سليماني الاسطوره الجزائريه سليماني، بالاضافه الى المدلل محرز.
ان شاء الله نشكر محرز ابو نجاح وقال لي جوار 14000 قليله بزاف 14000 كون عندنا 4000 الشعب والجمهور راهو حكموا بانيك كبير من المباراه باسكو راهي مباراه حاسمه بوركينا فاسو راهو يتوعد باخر التصريحات تاع المدرب تاعو كانت جد مستفزه سواء للفريق الوطني سواء للجمهور بصح مادام عندنا بالماضي واشبال بالماضي كما بن ناصر يلعب في الميلان كما بن محرز يلعب في مانشستر سيتي ما نخافوش ورانا وراكم ورانا مع ليكيب ناسيونال وعب الماضي وان شاء الله تفاؤلوا خيرا تجدوه وان شاء الله الربحه والقدام. واش توقع نتيجه مباراه اليوم؟ 3-1 باينه سليماني عموره بلايبي توحشنا استاد جينا من صغارين على جرب الماضي اوني لا بالماضي معاك حتى التاليه تحيه بالماضي تحيه بالماضي بوركينا طيب ناخذ انطباعات مناصر اخر كيفاش تشوف مباراه اليوم؟ مباراه بلين مباراه صعبه غادي رانا غادي نفوزوا ان شاء الله 2-1 محرز بليلي ونهدي الفوز هذا لحمد زرواله الفوز نهدوه لحمد زرواله وفيف بالماضي فيف بالماضي فيف بالماضي وما نشكروش الامن الوطني اللي راه سهر لهنا ونطلبوا من ربي يبدا لنا الوباء ان شاء الله. اذا هكذا في ريال استمعنا الى انطباعات انصار المنتخب الوطني الجزائري الذين يتطلعون اليوم لتحقيق نتيجه ايجابيه امام منتخب بوركينا فاسو في موقعة مصطفى تشاكر. عوده اليك في ريال.